اسمي سامح حسن وجاي بخصوص من امريكا عشان اطلع رحله النادي الاهلي واشجعهم، وكنا في روسيا وان شاء الله المره دي نرجع منصورين ودايما الاهلي معاه، وان شاء الله ان شاء الله الكاس. شايف الماتش ازاي بعد نتيجه ماتش الذهاب؟ والله احنا يعني كان في نتائج اسوء من كده وبنحمل نتائج احسن من رادس، يعني احنا بنقول على استاد رادس السابق استاد الاهلي حاليا، فان شاء الله ان شاء الله يعني موقفنا احسن من المرات اللي رحنا كسبنا فيها هناك، وان شاء الله الماتش هيكون يعني صعب شويه علينا، بس ان شاء الله احنا الاهلي قدها ولعبت الاهلي قدها والجمهور، وان شاء الله كسبنا.